مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك. تنرحب بكل أوفياء وبكل المستمعين اللي كيتبعونا. كنتمنى لكم عواشر مباركة مسعودة، تنعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وموفور العافية. فمرحبا وأهلا وسهلا بكل أوفياءنا وبكل المستمعين اللي كيتابعونا على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. حنا دائما مع بعضنا مستمعينا إلى حدود بطبيعة الحال الرابعة بعد الزوال ساعة. بطبيعة الحال كندرجوا فيها في قضايا كتهمكم، وساعة كنجاوبوا على كل أسئلتكم القانونية. فمرحبا وأهلا وسهلا. وكالعادة ككل يوم أربعاء حاضر معنا الدكتور يوسف بصير، مدرب في إطار التطوير الذاتي. مرحبا بك دكتور يوسف. مرحبا لالا سكينة، مساء الخير، يوم مبارك متتبعي إذاعة ميد راديو. أيام مباركة وشهر مبارك علينا وعليكم. أتمنى الله تعالى أن نكون عند حسن الظن ديالكم جميعا، وأننا تكون هذه الدردشة معكم اللي نستفدوا منها جميعا إن شاء الله. مرحبا، وأكيد أنه كنتمنى لك عواشر مباركة مسعودة، تنعاد عليك إن شاء الله بالصحة والسلامة وبموفور العافية. تقديتي ولا مازال كتش؟ الحمد لله، قضينا غير الحمد لله سيدي، بالصحة والراحة. تحية خاصة وخالصة ليك. بارك الله فيك. واليوم غندير تشوف واحد النقطة مهمة جدا، واللي هي العلاقات الأسرية خلال الليل. ربما للأسف كيكثر الحديث بزاف على 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 العلاقات الأسرية، يعني بمنطق الإحساس كل واحد في الأطراف، يعني كنتكلموا على الأسرة كنتكلموا على الأزواج، كل واحد في الأطراف تيبغي يعيد مع اللي ليه. كما نقول المرأة كتبغي تعيد مع عائلتها، الرجل كيبغي يعيد مع عائلته، وهنا إلا ما وقعش يعني ما وقعش واحد التفاهم واحد الاتفاق كيولي الخلاف وكيولي الصراع الأسري. في أحيان أخرى كيكونوا خلافات وشي شوية الخطرة كتخسر والناس ما كتبغيش ترجع، فربما دي مناسبة باش يمكن نراجعوا أخطأنا، ولكن بعد الأحيان كتصعب والناس ما كيقدروش يديروا المبادرة. فاحنا اليوم غنعيشوا تجربة ديال هاد العلاقات الأسرية خلال العيد، خاصة خلال عيد الأضحى، لأنه بزاف ديال الناس كيقول أنا ما عنديش مشكل العيد الصغير، ما عنديش مشكل عيد الميلود، ولكن العيد الكبير خاصني نعيد مع دارنا. بسم الله الرحمن الرحيم. العيد، ما معنى العيد؟ العيد سمية لكل شيء يعود علينا مرة بعد مرة، يعود عاما بعد عام، فلذلك كيسميوه الناس عيد، يعود كيرجع علينا مرة مرة. لكن العيد عندنا في الدين ديالنا هو عبادة قبل ما يكون عادة، قبل ما يكون تقاليد. فلذلك يوم العيد أو مناسبة العيد خصنا نخليو واحد فرصة اللي نتقربوا فيها أكثر لله عز وجل، ونتقربوا فيها أكثر لبعضياتنا. ولما كنتكلموا على الأسرة بطبيعة الحال كنتكلموا على الأسرة الكبيرة، وكنبداو بالنواة ديالها اللي هي الأسرة اللي هي مكونة من زوج وزوجة وأولاد، إلا كانوا أو إلا كانوا باقيين الله جداد كيكون فقط زوج وزوجة. نعم. بطبيعة الحال كل من الزوجين تعود على أشياء معينة في المناسبات، الأعياد خاصة عيد الأضحى. حتى كنشوفوا بانه حتى هذه المدينه اللي حنا فيها مدينه الدار البيضاء، قلنا في عيد الاضحى كتكاد تكون فارغه من الناس. علاش؟ هنا يمكن عيد مولد ما كيصفروا شيء، عيد الفطر ما كيصفروا شيء، بعض المناسبات اخرى ما كيصفروا شيء، ولكن عيد الاضحى هو مناسبه مقدسه عند المغاربه جميعا، عند الامه الاسلاميه، ولكن المغاربه بالخصوص. كنلاحظوا ان غنديروا مقارنه مع دول اخرى غادي عندنا ملاحظات، ولكن المغاربه كيحرصوا على باش فعلا هذا العيد، هذا عيد الاضحى كيقضيوه مع الاسر ديالهم، مع العائلات ديالهم، الوالدين اولا، ثم مع الاسره الكبيره اللي كتشمل الاعمام والعائله بصفه عامه، اعمام واخوال الى غير ذلك، كل واحد وكيفاش العاده ديالو. الاشكال لما كيوقع لما تولي واحد اجزاء من الاسره كولست هي اسره. يعني واحد الولد خرج من واحد المنطقه، بنت خرجت من واحد المنطقه، تزوجوا مع بعضياتهم ولات عندهم اسره، فكيبغيو انهم في مناسبه العيد اما عندهم جوج ديال الاختيارات، واختيارات صعبه بزاف، هي ثلاثه الاختيارات. الاختيار الاول انهم يعيدوا في دارهم. الاختيار الثاني ان المرأة تمشي مع الزوج ديالها وتعيد معاه.
اختيار ثالث ان الزوج يمشي مع الزوجه ديالو عيد معها. هاد الاختيار الثاني والثالث صعاب بزاف، صعاب الا ما كان شيء نوع ديال التفاهم ونوع ديال 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 صفاء النفس ونوع ديال داك الانسجام الروحي اللي كيربط بين العائلات. لذلك حنا كنحرصوا على داك داك التمازج ديال الاسره الكبيره مع ديك الاسره الصغيره قبل العيد، قبل العيد يكونوا متمازجين. يعني ربما لما يقول الراجل لمراته غادي يمشي نعيدو كتولي حاجه اخرى. نعم لما غادي يقول الزوج مثلا لمراته غادي نمشي نعيدو في دار في دارنا دار الوالدين ديالي كتقول لي بسم الله. لما تقول لي غنمشي نعيدو في دار الوالدين ديالي غادي يقول لها بسم الله قلوب مسلمه. لكن شو وقع في العلاقات الاسريه الان في المغرب؟ وقع لنا حتى تشنج ديال العلاقات. هاد التشنج ديال العلاقات كيخلي ان الزوج كيبغي يمشي عيد مع دار والديه وعائلته كيف ما كان مولف المكان عزري، والزوجه كذلك كتبغي تمشي تعيد مع عائلتهم مع باباها وماماها وخوتها الى غير ذلك كيف ما كانت مولفه المكان بقى عزبه. ما كيتفهموا شيء. ربما لا 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 العيد يعني ما الرمزيه ديال العيد اللي هو الخروف راه تشرى، ولكن في غادي تذبح هنا كيولي اشكال. وحنا كنعرفوا بان عيد كبير ما كيدوش الا في وسط عائلي. راه لما شي اسره تجرب شي نهار انها يعيد الزوج غير مع الزوجه ديالته وشي حولي كيف ما بغى يكون ديالو يذبحوه تقرب الى الله عز وجل، وداك المساء كلها يعني بجميع اعتبارات بالنيه الصالحه بهادشي كاع كله غير كتذبح حولي وكتمشي ديك الفرحه العيد. بينما هي كتبقى مستمره لما كنمشيو نديروها في واحد الفضاء اسري، فضاء عائلي مع والدينا مع احبابنا اهل ديالنا. يعني المثالي هو يكون واحد التنازل ويكون واحد الرحمه بين الزوج وزوجه وياخذ اتفاق، اما اتفاق تناوبي وهذا الافضل. هذا العام نعيدوا مع داركم، العام الجاي نعيدوا مع دارنا. او لا نحضروا المراسم العيد هنايا، نحضروا مراسم العيد هنايا. هذه فين لما كتكون الاسره كلها كتعيش في مدينه واحده. مثلا اذا كانوا عايشين في الدار البيضاء عندنا فرصه اننا نمشيو نذبحوا مع عائله الوالد ونجيو نذبحوا عاوتاني مع عائله الزوجه مثلا. لكن لما كيكون القضيه بعيده كيكون الاولاد هما موجودين في الدار البيضاء مثلا او في شي مدينه اخرى والوالدين ديالهم متفرقين في مدن كل واحد في مدينه، فهنا ما كينفع الى نظام التناوب هو اللي كينفع. او لا داك النظام ديال الانسان كيكون هو يؤثر على نفسه، وهذا من الاخلاق الاسلامي خصنا نحتفظوا اللي خصها تبقى معنا دائما الايثار. انا بغيت ولكن نزول عند رغبتك انا كنت نازل ومرحبا ما كاين شيء. هذا ماشي معناه انه انسان يحيد الجانب ديال العائله ديالته ما يمشيش عندها، لا، وانما ندير التناوب. هذا العام غنمشي معاك مع عائلتك والعام الجاي غتمشي معايا عند عائلتي الى حين الله تعالى، وغادي نعيدوا مجموعين لان العيد راه ما يمكنش يكون الا في واحد الوسط اسري. العلاقات الاسريه اللي تكلمناها كعيد غنمشيو نقضيوه مع الاسره كخصو يكون، لكن بعض المرات كيمشيو هذوك اللي بسببهم كنمشيو حنا نعيدوا والدين اللي هما كيجمعوا الناس، فكتولي الاسره مفرقه. هاد الولد مشى مع مراته لهنا، البنت مشات مع الزوج ديالها لهنا، الى غير ذلك الاسره ما كتجمعش. فلذلك كنرجعوا لذاك الراس الكبيره ديال الاسره اللي هي كتجمع الناس. وهذه تجربه اللي قصه نحكي لكم، هي قصه ديال اسره الهادي عبد الهادي اللي لاحظ انه بعد الغياب ديال الام مشات الام ان الابناء ما بقوش كيجمعوا بعضياتهم. يعني لما كنتكلم عن الابناء، الابناء والذين يلونهم، يعني راه عندهم ازواج ديالهم، عندهم ازواج ديالهم وعندهم وليداتهم، راه ولاو اجداد حتى هما. ولكن لما مات راس كبيره اللي كتجمع الاسره كلها ولات كيدوز العيد كل واحد كيمشي كيعيد مع ولادو وحفايدو ونسابو كذا، ما بقاش داك الاجتماع ديال الخوت الكبار مع بعضياتهم وخواتات كبار مع العائله ديالتها. فاقترحوا ان هذا العيد هذا نخليه يدوز، ولكن ما يدوش شيء بلا صله رحيم وما يدوش شيء بلا تزاور، لان اهم شيء في العيد هو التزاور، اهم شيء في العيد هو ديك العلاقه نرجعوها مع بعضياتنا، اهم من الشيء في العيد هو اننا نتواصلوا مع بعضياتنا، يتواصلوا الوليدات مع بعضياتهم والعيالات مع بعضياتهم والكبار مع بعضياتهم، وكل واحد كيمارس الطقوس ديالته ديال العيد بالشكل اللي كيقضيه. الرجال بطبيعه الحال عندهم شغل ديالهم اللي هو ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، المناقشة في أمور اللي كتهم القضايا العامة والخاصة. النساء عندهم اهتمامات ديالهم خاصة وخاصة في العيد،
ما كنشوفوا بانه كاين اهتمامات كثيره عند النساء في هذا العيد الاضحى، والوليدات فرصه باش يتزوروا باش يتلاقاو باش يتنقحوا الافكار ديالهم باش تشحد الهمم ديالهم وشي كيقتضي بشي. فكانت الفكره ان هؤلاء الناس اللي مابقوش كيجتمعوا نهائيا لان ماتوا الوالدين اللي كيجمعوا مابقوش كيجمعوا، انه يختار واحد الانسان في العائله بالتناوب. يعني هذا العام ان شاء الله تعالى غادي نعيدوا عند فلان الفلاني اللي هو اكبر الناس سنا، العام الجاي ان شاء الله غادي نعيدوا عند فلان، والعام اللي بعده غادي نعيدوا عند فلان. ما معنى عيد هو ان يمكن لنا نذبحوا في الديور ديالنا، كل واحد يذبح في الدار ديالو، ولكن نحاول اننا نجمعوا المسائل اللي كتعلق بالعيد. يعني قبل صلاة العصر وصلاة العصر تلقانا مجموعين في واحد الدار، غادي نجتمعوا نجلسوا نضحكوا نتكلموا حتى المغرب او لا بعد المغرب شي شويه، وديك الساعه اللي بغى يجلس مرحبا، واللي بغى يمشي يرجع للدار ديالو باش يمارس عاوتاني الامور ديالو يفرح عاوتاني بالمسائل ديالو كيف ما مولف يمكن ليه انه يمشي يعملها. وكان هذا هو حل رائع اللي خلى الاطراف كلها تكون راضيه بطبيعه الحال، ودائما كنبقاو على الرضا لان ما يمكنش نفوتوا علينا فرحه العيد بالخصومات وبالنزاعات وبالمشاكل اللي لا فائده منها. العيد هو غير نهار وغير سويعات قليله، فندوزوها بالصبر وندوزوها بالإيثار وندوزوها بالمحبه وندوزوها بالألفة مع بعضياتنا، افضل لنا من تكون فرصه للتشاحن والخصومات والغيار ويدوز العيد ويخلينا واحد الجروح ثقيله بزاف. وما نساوش بان هذاك الولد اللي كان كيزور والديه او البنت اللي كانت كتزور والديها وما زارتهمش هي راه كيخلي واحد الفرمه في وسط الاسره. لذلك غادي يبقى علاش وكيفاش ولاش وما حكاش وكذا، وكتبدا تكثر الهضره، وكاين الناس اللي كيبغيو يدخلوا في هذا المجال هذا. فلذلك قطعا لهذا المنافذ باش تخسر الاواصر الاسريه، كنفضلوا اننا يكون بالتناوب وبالرضا ديال الوالدين. نعيطوا على الوالدين قالوا راه غادي نجي ان شاء الله تعالى من بعد ما نذبح، راني غادي نجي في الوقت الفلاني غادي نجي مع العصر. وكانوا حتى الوالدين نفسيا كيكونوا مهيئين ان الابناء ديالهم اما غادي يمشيو يعيدوا في جانب اخر وغادي يحضروا معاهم، او لا غادي يجيو يشاركوهم العيد وغادي يذبحوا معاهم ويمشيو للديور ديالهم، او لا يعني كيكون واحد الاتفاق مسبق بالعيد كنهيئوا به النفسيه ديال الوالدين، نهيئوا به النفسيه ديال الاسره، وفي نفس الوقت حنايا كنهيئوا به داك الجو ديال الاسره باش ما يفوتش العيد ويفوت علينا لحظات ديال المرح وديال السرور وديال العباده اللي هي اهم شيء في العيد، خاصه ما يتعلق بذكر الله اللي كنساوه. يعني حدنا معاك من المصلى في حين ان الله تعالى امر قال واذكر الله في ايام معدودات. نعم. هذه ايام معدودات هي العيد، وما بعد العيد فيصل اكثر من ذكر الله عز وجل التسبيح ديالو الى غير ذلك. مرحبا واكيد مواصلين معك كوتش يوسف. غادي نمشيو لحظه الى فاصل بعد اختيار غنائي، وراجعين المستمعين الكرام باش نستقبلكم عبر ارقامنا الهاتفيه المفتوحه 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرسالة ديالكم 50 80، ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم عفوا. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا على الفيسبوك وصفحة البرنامج اللي هي الحل بين يديك. بقاو معنا وتمشيو. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما. تنرحب بالجميع وبكل الأوفياء اللي كيتابعونا من خلال برنامجكم الحل بين يديك، واللحظة مباشرة غنمشيو نستقبلكم دائما من خلال فقرة احكي لينا قصتك مع الكوتش يوسف بصير. اليوم بطبيعة الحال الإجابة عن كل أسئلتكم، حنا كنرحبوا بالجميع وبكل بطبيعة الحال مكالمتكم على 05 22 46 72 50 51. احكي لينا قصتك أولا 52. أيضا يمكنكم توصلوا معنا على الفيسبوك وصفحة البرنامج اللي هي الحل بين يديك، وأيضا عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خلي فراغ وصيفطوا الرسالة 50 60 طبيعة الحال ثمن المكالمة 50 80 ثمن المكالمة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. بدات كطلع لنا الشحمه، باقي ما ذبحنا معليش. نمشيو ناخذوا معنا مكالمات الأوفياء بطبيعه الحال. معنا اول اتصال معنا صابرين من الصويره. مرحبا بك لاله صابرين. الو مرحبا بلاله تفضلي. بارك الله فيك دايره لاباس عليك ديالك. مرحبا لاله. مرحبا صابرين. عيد مبارك سعيد. علينا وعليكم داكشي تمنيتيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله يطول عمرك لاله صابرين، بارك الله فيك، عيد مبارك سعيد، ينعاد عليك ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتي. الله يطول لي عمرك، بارك الله فيك. مرحبا تفضلي. اختي انا باغا نتزوج واحد الراجل مزوج ياك،
وعند ربات الاولاد وما عرفتش انا دابا شنو غادي ندير. شنو غتكوني انت المره الثانيه؟ انا المره الثانيه. وفي بال مراتو؟ قايلها لمراتو؟ اه عاطيه هي الموافقه، هي مريضه عندي في مرض السرطان وعاطيه الموافقه وقايلها لها وهي جات لها الدينيت وقالتها لي. ولكن انا قالت لك بغيتك انا الله يحفظ لا قدر الله ولا شي حاجه لما هبلت ولا شي حاجه انت الله يفي تبقاي في بلاصتي، ولكن انا ما عرفتش شنو ندير. وانت مع راسك كتشوفي بلي قادره على مسؤوليه ربعه الوليدات؟ انا مع شي اختي ما حنينا بزاف، انا قلت نديرهم بحال خوتي يعني ما عنديش شي اشكال، ولكن كنبقى عندي شي تخوفات كيقول لي لا هادي ها بنادم. شحال السن بينك وبين هاد الزوج هذا اللي بغيت تقارن ليك؟ عنده 40 سنة وأنا عندي 22، أنا عندي دابا قريبا نقف 23 شهر 11. والوليدات ديالو شحال السن ديالهم؟ كاين قال لي واحد عنده 14، واحد 13، واحد 10، واحد 8. على كل القضية ديال أنك تزوجي بواحد الزوج اللي هو عنده مرض ديالتو مريضة أو عندها العذر ديالها اللي أن بطبيعة الحال باش يمكن لها أنها تسمح ليه أنه يتزوج، هذا ماشي ما فيش إشكال. ولكن الإشكال فاش كاين هو واش غادي تستطيعي أنك تلاقني مع هذوك الوليدات وما تصطدمش معاهم، لأن الآن المهمة ديالتك ماشي مهمة ديال أنك غادي تزوجي بحال جميع العيالات اللي تزوجوا بالرجالة. المهمة ديالتك غادي تكون اولا رعاية هذيك المرأة اللي جات عندك وقالت لك بغيتك تزوجي بالزوج ديالي وتحلي المحل ديالي وتقومي بالزوج ديالي وتقومي بوليداتي، يعني هي حية وهي مريضة او لا كيف ما كان المصير. اذا هذه مسؤولية. المسؤولية الثانية هذوك الوليدات واش قابلين نفسيا ان واحد المرأة غادي تكون في بلاصة امهم وغادي تولي عباره عن امهم وغادي تشاركهم الوجود ديال امهم، يعني من الناحيه النفسيه. اما من الناحيه الشرعيه راه ما فيها حتى شي اشكال، من الناحيه الشرعيه ما كاينش اشكال. الناحيه النفسيه واش انت مستعده انك هذوك الوليدات ينظروا لك النظره ديال المراه اللي جات في بلاصه امهم وهي حيه وهي بقى مريضه كتسفري او لا او لا او لا او لا عيانه كتعاني من مرض معين وجات باش تحل المحل ديالها في انتظار انها بين قوسين تودع او لا تغادر هاد الدنيا هادي. يعني هذا اشكال كبير، خصك تجلسي مع هاد الوليدات هادو يعرفوا هاد المساله هادي وتاخذي معهم هما الموافقه باش انهم بغاوك انك تكوني معاهم. وربما يعني كون هنا سمحتي لي في واحد النقطه خاصها حتى تفهم شنو هي مسؤوليتها، لانه هي دابا قالت غنديرهم بحال خوتي وهنا راهم ما محتاجينش لا دور الاخت، خاصها تفهم بان خاصها تلعب دور الام، خاصها تعرف بلي كاين تباعد سني ما بينها وما بين الزوج وقرب عمري ما بينها وما بين الاولاد. هادشي اللي كاين بينها وبين الزوج ممكن اننا نسرطوه كيف ما كنقولوا، فهمتي اون بو لا فالي. لان وقعت ان الناس اللي هما مزوجين بهذا الفرق ديال السن ما كاين مشكل بيناتهم، لكن المشكل هو مشكل ديال الاولاد. واش الاولاد قابلين هذه الوضعيه هذه؟ واش الاولاد مائين نفسيا ان امراه غادي تجي في راس ماماهم؟ واش هاد الاولاد هادو مستعدين انهم يتعايشوا؟ احنا بغيناهم يعيشوا ولكن ما قدروش يعيشوا، واش يستطيعوا انهم يتعايشوا مع هاد مع هاد مع هاد السيده هذه في الحاله هذه؟ الا كانت الا عرفتي بانه غادي تجلسي معاهم وقالك اللي حنا بغيناك وبغيناك تكوني معنا وتونسينا وتكوني مامانا وتكوني بحال مامانا، يعني عارفين الابعاد ديال هاد الخطوه هذه مرحبا، والا ربما يكون شي اصطدام ربما يكون اصطدام نفسي مع هاد الوليدات هادو، وغادي واحد النهار ما تقبليش ان واحد غادي يهز عليك يدو، واحد النهار ان واحد الانسان غادي ينوض يخاصم ولا يعاير، واحد النهار ان واحد الانسان يسمعك واحد الكلمه اللي تبقى فيك. وفي هذه الحاله غادي غتولي بين اختيارين، اما انك انت تخرجي من الحياه ديالهم او لا ان باهم يتخلى عليهم او لا شي حاجه اللي غتزعزع الكيان ديال هذه الاسره. يعني انا من الناحيه الشرعيه راه ما كاين اشكال، ولكن هذوك الوليدات خصنا نراعيهم وراعي الاحاسيس ديالتهم وفعلا تهيئوا نفسيا باش يكونوا باش يستقبلوا هاد الوافد الجديد على الاسره اللي غادي يحل واحد المكانه اللي هي عظيمه بزاف اللي هي مكانه ديال الام.
وما سهلاش عليه، وهي باقا مازال في قيد حياة ومع ومريضة، ماشي قيد حياة وصحيحة، لأن يمكن يقبلوها إلا بهم قبلها ماشي مشكل، ولكن هي مريضة عليلة وتجي واحد المرأة بلاصتكم تقول أنا غنجلس بلاصة ماماكم، أنا الآن أختكم، ولكن ملي غتموت ماماكم غنولي أنا منكم، فهذا هذا راه شعور صعيب بزاف باش يستقبلوا الوليدات، فإذاك خصهم يتهيئوا نفسيا من هذه المسألة هذه، وحتى أنت كذلك باش تعرفي وجهة النظر وتعرفي ما أنت مقبلة عليه، وإلى بالك الخير توكل على الله. مرحبا. نعم. شنو ناخذوا معنا مكالمة تالية، معنا اللحظة لالا هاجر من غفساي. مرحبا بك لالا هاجر. إذا للأسف انقطع الخط، ناخذوا معنا لالا فاطمة من الرباط. مرحبا بك لالا. الله يحفظك شي كي داير لاباس عليك؟ والله يطول لي عمرك بارك الله فيك. واش كون مبروكه علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله يا رب. عافاك بديت نهضر مع الدكتور. مرحبا لالا فاطمه كنسلك لك. خويا كي داير لاباس عليك؟ بخير وعلى خير الحمد لله. واش كون مبروكه علينا وعليك لالا وبلك شي تمنيتي ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنوا ان هذا العيد هذا دائما ناخذه على انه عباده وانه راه تقرب الى الله عز وجل. اي حاجه ديال خير منها راه قربه لله عز وجل. مرحبا لالا فاطمه. شكرا. خويا بغيت نسولك، انا مزوج، انا عندي 19 عام. 19؟ مزوجه شهاد الشهر جوج الفايت. نعم. وراجلي عنده 38 سنه وكان باقي كيبان صغير. نعم. المهم اللي كان هو ظريف معايا، ما كيخطر ليا خاطري ما والو، اي اي حاجه تقدر. نعم. اي ما تمنى في الراجل. نعم. كاينه في هذا الراجل. هنيئا لك. ايه وزعما متفاهمين بزاف وحنا على قد الحال، اي مشاكل كنحلوها بابسط حوايج. الحمد لله هنيئا لكم. مزيان. كاين عندي واحد الحاجه ما فهمتهاش، انا دابا حامله عندي 6 شهور وسميتو المشكل ديالي ملي كان، المهم ملي كنهضروا انا وياه بحال هكا كيعاود ليا المراهقه ديالو، ولا المهم كيدوز المراهقه ديالو هذا، المهم كيعاود ليا شي حاجه بحال مثلا درت علاقه مع وحده ولا هكا ولا هكا، كتجيني الغيره عليه بزاف، وخا داكشي كان في الماضي وما كاينش حاليا. نعم. كتجيني الغيره منه بزاف، وانا كبعض الخطرات انا كنسولو كنقول له زيد كمل ليا ولا زيد عاود ليا باقي ولا هذا، كيعاود ليا هو من نيتو، ولكن كنزيد كنهضرو 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 كنلقى راسي كنتعصب عليه بزاف بزاف بزاف، كنبكي ولا شي حاجه ما عرفت. اكيد نعم. واخا داكشي كان من الماضي، دابا دابا شاد الطريق وهذا وسميتو زعما كيعاود ليا هو من نيتو. نعم. ما كيسحبش ليا بلي غادي نتعصب عليه ولا. نعم. فهمتيني؟ نعم. وما عرفتش هاد لي واش الغيره في سميتو ديالها ولا لا، ما عرفتش. على كل باش نجاوبك، المقدمه كلها اللي قدمتي بها الموضوع قدمتي بها الزوجيه كلها مزيانه، ونتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يدوم عليكم هذيك الحاله ديال التفاهم وديال الراحه وديال المحبه وديال الموده فيما بينكم. لكن ما يتعلق بالبحث في الماضي، انا لا اوصي الزوج باش يبحث في الماضي ديال المراه ديالته، ولا المراه تبحث في الماضي ديال الزوج ديالها. علاش؟ الناتو كتقول بان كاين مفاهمين، ولكن لما كبدا يعاود لك انت كتعصبي، كتولي عندك حاله اخرى، وانتم يلاه مزوجين دابا يلاه قريب هذه باش تزوجوا، ماشي 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 بعيد بزاف ياك، راه غادي يوصل واحد الوقت معين بعد مرور واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين ديال 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 العلاقه الزوجيه، وربما غادي الزوج ديالك غادي يبدا يتعطل في الخدمه ديالته، اولا يدير معاك موعد ويتعطل عليه ما يجيش ولا كذا، وفي هذه الحاله غادي يبدا يدور لك الدماغ ديالك لهذاك الشيء اللي كان كيعاود لك هو على المراهقه وعلى الوقت اللي كان فيه باقي شاب باقي حر، ما عنده حتى شي التزام اسري مع حتى شي انسان. وهنا هو هذا فين كاين موقع الخطر، لما كنبحثوا على الماضي ديال الشريك ديالنا كنبنيو عليه واحد البناء وكنخليهم محتفظين به عندنا في الذاكره ديالنا. امتى كنجبدوه؟ كنجبدوه لوقت الازمه. دابا وقت حنا فاهمين ما عنديش مشكل، ولكن وقت الازمه اول شي حاجه اول يعني ايبوتيز اول افتراض كان كيخرج لينا كيبان لينا هو لعله مشى لمغامره جديده، لعله مشى يشوف شي حد، لعله حسن مزيان ولبس مزيان غادي يمشي باش يتلاقى مع. فاذا هذه مسائل كلها كنبدا نرجعوا كتجي عندنا مرجع كندرجعوا ليها في حاله ديال التعصب وفي حاله ديال المشاكل وفي حاله ديال عدم الرضا، كنرجعوا لهذيك الخانه السوداء وكنبداو نقلبوا في المذكره اشنو فيها بالضبط. فلذلك انا كنوصي ما مضى كنوصي كل واحد متزوج كل واحده متزوجه باش يكون فاهمين في الاول كيف ما كنتفاهموا على اننا اليوم غنبداو الحياه ديالنا على ان الماضي ديالي لا علاقه لك به.
وهي كذلك كتقول لي الماضي ديالي لا علاقه لك به، بغيتيني جيتي كتخطب، جيتي تقربتي للعائله، سولتي على الاوصاف ديالي، سولتي على الاخلاق ديالي، لعلك درتي واحد الوقت زمني وانت متبع خطوات ديالتي عرفتيني بان انا المره غنلق لك. وما مضى ما تسولنيش عليه، ما تسولنيش على الابتدائي، ما تسولنيش على الثانوي، ما تسولنيش على التحضيري، ما تسولنيش على ملي كنت باقا صغيره، ما تسولنيش على لما وصلت لسن المراهقه، ما تسولنيش على قبل ما نعرفك. قبل ما نعرفك بوحدو احنا القدام كنمشيو للقدام ما كنرجعوش للور. نعم ابتداء من التاريخ ديال العلاقه ديالتنا عندك حق انك تسولي هو يسولك. في المراهقه ديال الانسان ربما كترتكب اخطاء، كيكون انسان يعني مطلوق، كيكون انسان ما عندوش ضوابط، ما عندوش روادع، ما عندوش ضابط حتى من ناحيه ديال الدين، كيكون قليل الدين، اذا كي ممكن انه كيسمح راسو بواحد المجموعه ديال الممارسات ومجموعه ديال الاشياء. الا الراجل كيحكيها لمراته راه انه كيبغي كيقول انا شفاف، انا كيعطيك الشفافيه، ماشي شفافيه بالعكس هو كيعطيها من تشدو من تقجو. امتى؟ الوقت اللي كتوصل المشاكل كيولي الانسان يعني بلا واحد النهار تلقى راسك بلا ما بلا بلا هواك كتنوضي كتقلبي ليه الميساج ديالو في التليفون ديالو، كتقلبي ليه لابواط ايميل ديالو، كتقلبي الصحاب ديالو، كتبدا تسولي على العلاقات ديالو اللي كتربطو مع الجيران ومع هنا ومع هنا ومع هنا، وكتبدا تستنتجي. واصعب حاجه هو ان الانسان يظن ويستنتج ويمشي ويتبع الاستنتاج ديالو، يعني كيفترجي على دماغه وكيديرها على انها حقيقه وكيبني عليها القرارات ديالتو المستقبليه. فلذلك نعم. اختي فاطمه كنقول لك العلاقات القديمه ديال الزوج ديالك او لا الممارسات ديالتو قديمه قبل ما يتزوج بك قبل ما يعرفك، ولي ما يبقاش يعاودهم لك نهائيا، تبعدي منها، لانك انت لاحظتي انه كتشوقي انك تعرفي المغامره، لعله باش ديري بحالها، لعله باش توفري لي داك الجو اللي كان كيقلب عليه، لعله لعله، ولكن في نفس الوقت كتدخل في مشاكل، كتدخل في مشاكل. وراه الباحه انا سمعت البرنامج وسمعت واحد المراه اللي عاودت على ان الزوج ديالها كانت عنده علاقات الى غير ذلك، وبقات هي وقت ما كيوقع لها المشكل كتربط مع داكشي الماضي. فلذلك ما ترجعش عافاك للماضي نهائيا، ما تقلبيش في الماضي، انت بنت الحاضر. يلا عندكم 6 شهور، عندكم هذه الفتره، هذه العام هذا ديال الزواج، عندك الحمل ديالك فيه 6 شهور، فكري في الحمل ديالك، فكري في المستقبل ديالك. نعم. كيفاش العلاقه ديالكم تبقى دائما مستمره، كيفاش تبقاو دائما جداد في كل وقت وحين في المستقبل. الماضي انسيه وما بقاش مازال يعاودوا لك، وانت ما تعاوديش ليه الماضي ديالك. نعم. لان الا مشيتوا كتعاودوا الماضي راه غادي تجبدوا مشاكل اللي ربما غادي توصل لاشياء صعيبه بزاف. ناخذ معنا اتصال معنا لاميمه من تنغير، مرحبا بك لالا. اهلا لاباس عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بخير، الله يطول عمرك. مرحبا اميمه. أنا كنتش ما بس مرحبا، كلشي بخير وعلى خير. كاين شي تمر بعد هادي مات شوية؟ عندكم شي تمر؟ كاين كاين رقصوا هادي ياك. يا بصحتكم بصحة. دابا اختي زمر بغيت نسولك اكوتش. مرحبا. أنا عندي 20 عام. مرحبا. وواحد جاي خطبني. نعم. ولكن عندي واحد التخوف من العنة ديالو، عنته هو. نعم. دابا حنايا كنا المهم كيقولوا لي راه ما مديهاش راه حيت عنده كتسحر وداك الشيء، وانا كنخاف من هاد الشيء. كتخاف من هاد الشيء؟ كنخاف من العمة ديالتو. بلاتي بلاتي، العمة ديالتو كيعيش معاها؟ لا، هي حيت هو في الدوار نوت كاينين زعما هي نفس في الدوار، وكنخاف زعما إلا جات لعندنا للدار كدير شي حاجة ما عرفتش. هي دير وانتي تديري؟ لا هي الدرس تديري علاش نخافوا شي حاجه ما كاينه؟ شوف لالا، شوف حنا الله تعالى قال لنا في القران الكريم ولا يفلح الساحر حيث اتى، يعني الساحر لا يفلح باقدامه على عمله السحر، والسحر يبطل حتى كاع يبطل. الانسان دائما يكون مضي، دائما يصلي، حجبي راسك بآية الكرسي، حجبي راسك بالقران الكريم، تحصني به، وان شاء الله تعالى ما تكونش خافي. الا هاد الزوج هذا فعلا توفر فيه الشروط ديال الزوج الصالح، توكلي على سيدي ربي سبحانه وتعالى وتزوجي به، ولا عليك بعمته، لان انتو كاع ما تجي كاع تزوركم ولا تشوفكم، وما عندها كاع بغرض بكم، والانسان يفترض واحد الحاجه ما كاينه شيء يبني عليها، حنا مازال باقيين فيه. اذا خلي حتى تكون، ولما تكون عندك التحصين بالقران الكريم، تحصني به ان شاء الله تعالى، دائما مضيع، دائما مصليه، دائما قطعي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى غادي يحفظك ان شاء الله. سواء يمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين.
نعم ما يتعلق بالزوج ديالك الا فيه شروط توكل على الله. الله سبحانه وتعالى نعم. واستعني بالله سبحانه وتعالى وتحصني بالله تعالى بالقران الكريم ان شاء الله تعالى ما غادي يصيبك حتى هذا ان شاء الله باذن الله. نمشيو ناخذوا معنا لاله فاطمه مخنفره. مرحبا بك لاله فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي داير اختي بخير؟ الله يطول لي عمرك لاله. بارك الله فيك. كي داير دكتور مزيان؟ مرحبا بخير وعلى خير الحمد لله. مرحبا بكم. عافاك دكتور انا عندي واحد المشكل ومحيرني بزاف. نعم. انا زمت القاع عندي 24 سنه وواحد السيد المهم تعرفنا هكا وبغى يتزوج بيا وانا سمعت له راسولي ولكن المريض دارو ما بغاوش يعني اعترضوا. المريض دارو امه يعني امه قالت لي هاستخف هردا يعني قالت انا غادي ندير داكشي اللي قال لي راسي غنزوجك هكا كي خصني نسلو بعدا شي واش هاستخف هردا واش كما غديتي معطية بيني وبين الله ولا شي حاجة. انا بغيت تشرح ليا وتفهمني عافاك ربي يجازيك بخير. على كل ما يتعلق بالزواج هو دائما كنجيبو بالرضا ما كنجيبو شيء بالمشاحنات يعني الزواج اللي كنبداو بالمشاحنات كيفضل لينا بخسران الخطر. وهذا الزوج هذا خصو اول شيء هو انه يراضي الام ديالو ويراضي العائله ديالتو يعني يبين لهم المزايا اللي شاف فيك واللي بغى فيك باش يختارك كزوجه ديالتو. هاد الرضا هذه كلمه كنقولوها ولكن كنقولوها خصنا نعلوها. علاش غادي نسخطو على هاد الولد هذا مادام انه بغى يقلب على الحلال بغى يمشي يتزوج بغى يقلب على الحلال والله سبحانه وتعالى كيامرنا باش الا بنيتاتنا جاوهم الرجال اللي هما يليقوا لهم ما نمشيو شي منعوهم يعني الا منعناهم ربما نسبوا لهم في شيء اخطر من داك الشيء اخو. حنا كنبغيو الراجل ربما بغينا مثلا جمال بغينا المال بغينا في حين اننا الا هذاك الراجل بعدنا علينا ربما نسبوا لبنتنا في شيء خطير جدا. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. لما كتذكر لنا الشروط ديال الزواج يعني كيقول لنا وردوا البال عندك اللي يجيكم الخطيب ويكون مسلم ويكون مزيان ويكون توفى في الشروط وانتم تحيدوه باش تقلبوا على شيء واحد اخر غني ومزيان وعنده المنصب المالي والمنصب الاجتماعي ولا غير ذلك. راه في هذه الحاله هذه غادي تصيفطوا بنتكم باش تبدا تخرج من الدار ديالها وتخرج علاقات خارج المجال اللي هو مجال ديني وغتدخل واحد العلاقات اللي غير شرعيه وهاد الحاله هذه غتكون نتوما السبب انكم تسخطوا معاها. نعم. فهذا هذاك السخطو الرضا خصنا نعرفوه علاش غنسخطوا وعلاش غادي يرضاو. غادي يرضاو لما تزوجنا يتخيل واحد الولد ديالنا يتخيل واحد البنت صالحه وبغيت تزوج بها على كتاب الله وسنه رسوله وفطر فيها شروط. نقولها ليه لما نقولها ودير حنا كنا كنخطبوا اولا تكلمنا في بنت فلانه ولا بنت فلان ولا الجاره فلانيه ولا العائله فلانيه ولا كذا ربما كنبينوا باننا رحنا حطينا عينينا اولا تكلمنا فواحد رشمنا فواحد البلاصه الى شي كاع كل ما كان شي خلينا الولد سايب حتى لواحد الوقت وخسر المراه اللي غادي يطلق ليه وعرف بان غادي يطلق ليه وغادي يتزوج بها. ففي هذه الحاله هذه ما بقاش نقول سخطوا الله بل غنعاونوا هاد الوليد هذا نخليو شويه ديال الوقت باش يكون شويه ديال التفاهم ويكون نعم. شويه ديال الرضا وديك الساعه ان شاء الله تقدمي على الزواج احسن الحسن الحسن الانساني احسن ما تزوجوا الان يعني بغير رضاهم وتكون مشاكل من بعد ومن بعد يمكن يكون حوايج اخرى اللي هي نعم. اصعب من هادشي. دار رضا الوالدين حاولوا نجيبوه ولكن جيبوه بلاتي احسن وبالكلمه الطيبه وباللطف افضل. ونمشيو كاش ناخذوا معنا واحد الرساله كتقول السلام عواشر مبروكه عفاك انا عندي مشكل مع اختي عندها 12 عام انا عندي وليدي عندها 16 سنه ديما مخاصمه معايا على والو ومؤخرا كتبقى تقول لي خطيبك كاع ما زوين ما تاخديش. هذا الشيء كيعصبني وخلق لي مشكل حيت حتى فاش كنكون كندوي مع خطيبي كنت بلوكا وما كنقدرش نكمل الهضره. واش ممكن تسميو هذه غيره؟ نتمنى تجاوبوني. امينه من كرسي 12 سنه و 16 سنه. أخت أمينة من قرسيف ياك أمينة من قرسيف هذا المشكل هذا ما نسميوش حنا غيرة نسميه هو أنه ديك الارتباط اللي كيكون بعض المرات بين الخوت بيناتهم أربع سنين الارتباط اللي كيكون بين الخوت كيكون ارتباط وثيق بزاف وكتجي صعيبة على الأخ الصغير أنه يتفطم على خوه الكبير. كتشوف بأن مؤسسة الزواج هي مؤسسة اللي غادي تفطمها على أختها ولما كتعترض ما كتعترضش شي اعتراض معقول كتعترض شي مسائل اللي هي ما كنقبلوش حنا اصلا من الدري الصغير. الدري الصغير كنتكلم معاه وكنحاولوا اننا نكبروا فيه الرجوله ونكبروا فيه الراي ونكبروا فيه داك الثقه بنفسه الى غير ذلك ولكن
ما كتوصلش بينا الى اننا ناخذ رايه في مسائل هي مصيريه. الزواج هو قرار مصيري بين اثنين، بين زوجه وزوج، وهذه الاخت الكبرى ما يمكنش غادي ترجع للراي ديال اختها الصغيره. علاش؟ لانها لما اعتبرت يعني لما كتعترض تعترض على شيء بسيط جدا، ولا دخل لا للاخت ولا غيرها فيه، هو قضيه الجمال، والجمال كله نسبي. يعني اليوم كنشوفوا واحد الشكل كيبان لنا هو الجمال، وغدا عاوتاني كنشوفوا واحد الشكل اخر كيبان لنا هو الجمال، في حين انهم بعض المرات كيكونوا كاع متناقضين نهائيا، متناقضين. فلذلك ماشي هذه الكلمه هذه انها قالت لك ما راجلك ما مزيانش ولا ما زوينش غادي ناخذوا بعين الاعتبار، لا، نخليوها ونراضيوها بلاتي احسن، ونحاولوا اننا نعرفوا بان ما يتعلق بالعلاقه هذه متشنجه بين اخوتها على شيء طبيعي جدا بين الاخوه، سواء كانوا ذكور او كانوا اناث او كانوا بحال او كانوا من اجناس مختلفه، كيكون هذا شويه ديال المحكه مع بعضياتهم. بالعكس، هذيك هي كتربي الشخصيه ديال الانسان. الا كانوا الاولاد كلهم مسالمين، يعني مسالمين باش ما تصحبش انه من السلم، مسالمين كنظنوا بانه راه الامور مزيان. لا، راه هذاك التناقض وداك التدافع ديال الافكار والتدافع ديال وجهات النظر هو اللي كيخلي الانسان كيربي مواقف، وكيولي عنده شخصيه، وكيولي عارف يميز بين ما هو يعني لائق وما هو غير لائق، ويعرف انه يتنازل على الراي ديالو الا كان الراي ديال الاخر هو الصواب. فهذه كلها مسائل هي بحال ديك المليحه اللي قلنا لها بدا ليها ما تكون في الطعيمه ديالتنا. داك الخصيمات بين الخوت وداك المناقشات بين الخوت هي ما الا ما فاتنا شيء ما غاديش تخص عينا حتى شحال ولا تفسدوا للودي قضيه ان شاء الله. حنا مازال موسين ومازال مستمرين. فاصل على نقصير، راجع معاك الدكتور يوسف بصير. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بنيتيك. غادي نواصلوا ونستمروا معكم دائما في استقبال مكالماتكم على 0522 46 52 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا على الاس ام اس، غادي تكتبوا حل خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 5080، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا على الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بنيتيك. شنو ناخذوا معنا لحظه اتصال معنا لاله فاطمه من مكناس. مرحبا بك لاله. الله يهديك، شكرا لك. مرحبا، السلام عليكم. بخير لاله. الله يطول عمرك لاله فاطمه، ما كنسمعوكش مزيان، الله يخليك. الا كان ممكن تقرب ليك الهاتف ولا تغير شويه المكان لانه ما كنسمعوكش مزيان. تفضل. مرحبا. شكرا بزاف. مرحبا لاله فاطمه، بغيت نشارك في البرنامج. تفضل لي كنسمعوك. عندي واحد المشكل مع راجلي تيخوني مع شي حدا وما عرفتش شنو ندير معاه. هو عارفني عارفه ومعترف لي بكل شيء، وما عرفتش. انا دابا عندي جوج وليدات، وليد وبنيته، وما عرفتش شنو ندير معاه. يعني اعترف وما تراجعش؟ ما تراجعش. يعني قال لك كما تنقولوا على عينك يا ابن عدي مبارك. وحتى السيده كنعرفها. السيده كتعرفيها كتجي عندك لدارك؟ لا، ما تجيش عندي لداري. انا كنعرف الوالده ديالها بزاف، كنعرفها وهي بنتها. هي متزوجة؟ لا، البنت ما جوجاش. كان عارفة بينها تقريبا، بيناتنا صداقة كبيرة. وهاد البنت هادي عارفة الراجل بأنه مزوج وعارفاك وعارفة وليداتك؟ عارفة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا كنتكلموا على هذا الموضوع يعني في الكواليس، كنا كنتكلموا على هذا الموضوع هذا، وموضوع معك مع اسف انه خطير. خطير انه يسمع في مجتمع اليوم، مجتمع امه اسلاميه، مجتمع المغربي، المغاربه معروفين انهم ناس اللي هما كيحاولوا على الشرف ديالهم. الدين ديالنا يحثنا على ذلك، كنبغيو نربيو وليداتنا على العفه وعلى الطهاره، لكن معك مع اسف ان المجتمع ما نراه في المجتمع وما بدانا نسمع عنه احيانا في المجتمع، التميع هذا ديال الاخلاق، تميع ديال 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 العلاقات الاسريه. معك للاسف صباح ظاهره خطيره جدا كتغزي المجتمع المغربي، والله يحفظ. يعني ربما لازم تسيري كوتش ما يثير هنا في هذه القصه، ربما يعني خلال هذا الاسبوع سمعنا قصص كثيره عن الخيانه الزوجيه. نعم. للاسف ما يثير في هذه القصه هو انه يعني ملي كتسمع ملي المراه كتمشي تواجه الراجل، اولا كما كنقولوا كتحصلوا،
فكيرفض انه يعترف، وحتى وان كينهار وكيتراجع، هنا الزوج كي كما كنقولوا حنايا يعني المخير في خيلك سرجيه. انا نجي نقول لك هي كاين هادشي وهادي وهادي ماشي مشكل. الطرف الاخر كتعرفيه متزوج وكتعرفيه اب لطفلين وكتعرفيه المراه ديالو، وربما يعني كاينه علاقه مفتوحه مع الاسره التاليه، وكتسمحي لنفسك انك تكوني في علاقه مع هذا السيد. يعني هنا فساد الاخلاق صافي، هنا وقفنا. هنا وقفنا، ما بقاش نقاش. شوقي قال انما الامم الاخلاق وما بقيت اخلاقهم فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. يعني الامه راهي بخير ما دامت متخلقه. النهار اللي كتفسد الاخلاق ديالها الامه رضعت. الان شكون دابا هذا اللي باقي مازال كيفكر انه يتزوج؟ نحطوا هذا السؤال هذا في الاسره ديالنا. عندنا فتيات كثيره جدا بغات تزوج وما بقاتش تزوج، واش على زعما الذكور ما كاينينش؟ وفي المقابل ايضا يعني دابا كتلقى شباب تيقولوا بنتزوج ولكن معاه ما غنتزوج. اساسا يعني واش الذكور ما كاينينش؟ الذكور موجودين. يعني الزوج اللي هو محتاج الانثى تكون جنبه هو كاينه، ولكن ما بقاتش الثقه. علاش؟ لان لما سمعوا بان بنت هذه اللي كانت بين يدينا الان اللي هي لعلها بنت الجاره، لعلها بنت كذا، لعلها بنت العائله الى غير ذلك، انها تخون نفسها مع زوج اخر اللي عنده وليدات وعنده كذا. واش مازال شي واحد غادي يبقى ينظر الى هذه البنت هذه بانها راه بنت غادي تكون في الكنف ديالو؟ في حين ان كل واحد كيبغي يتزوج واحد المراه اللي ما عمرها ما سبق ليها، ما عندهاش سوابق مع شي 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 احد اخر، واخا غير في الحلم. قالت غير حلمت كيغير عليها، كيفاش انه يولي عارفه بانك كتمشي مع هنا وكتمشي عند هنا وكتمشي. فاذا هنا الاخلاق ديالنا ضاعت وضاعت القيم. المشكل ديالنا هو انه اللي غادي يردعنا هو الضابط الديني. معك للاسف ان الضابط الديني ما بقاش. لما نسمعوا بان المراه كتقول لك الزوج ديالي متدين، نعم، وكيدير الخيانه الزوجيه عيانا، وكيقولها لمراته وكيقولها لكذا ومبغاش يتردع، معناها اش فينا هو هذا الدين هذا؟ فينا هو؟ الى الصلاه ما عطاتناش الثمار ديالها، الى الصيام ما عطاناش الثمار ديالها، الى المرافقات الصالحين ما عطاتناش الثمار ديالها، الى التربيه المجتمع ما عطاتناش التربيه ديالتها، فكيفاش نقول احنا بان احنا بخير؟ احنا ما بخيرش. نعم. احنا ما بخيرش، لانه ما بغيناش نوصلوا لذاك من قال الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال اهلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم، ما بغيناش نوصلوا لها، ولكن الامه راه غادي للدمار. خصنا نحاولوا نرجعوا الى الدين ديالنا. لانه ربما هادشي يعني كيشتت اواصر الاسره بطبيعه الحال، لانه هادشي كياثر بشكل كبير على كياثر بعلاقه المراه بالراجل وكتنعكس على الوليدات. كيفاش غادي تكون هاد المراه هادي لما يصرح الزوج لها بانه خانها مع امراه اخرى ويجاهر بذلك، ويعني وما كاينش حتى الاعتذار او الاستسلام؟ ما كاينش نهائيا. فكيفاش غتكون هاد المراه هادي؟ كيفاش غتعيش؟ شغنقول لها فاطمه؟ شغنقول لها؟ نقول لها لما جا عندك احتضنيه وقبليه. انا كنتظر جواب. وقول له مرحبا بك. ما يمكنش. انا بالنسبه لي انا ما قدرتش نقولها، لانه الاسبوع اللي فات جاوبنا على واحد السؤال بحال هذا، وقلت لها بعد اول شيء هو ان هاد المراه هادي خصها تمتنع على الزوج ديالها، لان يمشي يصيد لها شي مرض. احنا بعيد على الدين، بعيد على الاخلاق، بعيد على كل شيء. الا مشى غير خرج وكانت عنده معاشره غير شرعيه مع انثى اخرى ويجيبها للدار ديالته، فهذاك هو فساد، فهذاك هو فساد الدين وفساد الاخلاق الى غير ذلك. نعم. يعني هنا كوتش بصراحه هاد الاخت هادي غنقول لها شنو يمكن نرجوها؟ لابد من استنهاض الهمم. استنهاض الهمم هو الزوج ديالها خاصها تقول لها انايا ما غاش بقى قابله على هذا الوضع. بطبيعه الحال على ود الوليدات غنصبر على الوليدات، ولكن في ماكلتهم وشربهم وفي الجلسه معاهم وفي التربيه ديالتهم، ولكن شي حاجه مني كامراه ما تشوفهاش. علاش؟ لانك انت ما بقيتي شي رجل، ذاك الرجل اللي غنثق فيه انايا وغادي نسلم ليه نفسي وغادي نتودد ليه ونتحب ليه، هذه وحده. ولكن واش هادشي ماشي مقابل انه لابد من مواجهه هذه السيده هذه؟ لا، قبل ذلك لعلها نعم. يعني في اقتراحك واش ماشي من شأنه انه يزيد من الطين بله؟ البله راه كاينه. لا تقصد لا مي كنقصد انا كنقصد انه مي كتقول لي يعني كتصرف، حنا كنحاولوا لانه المشكل هنايا زعما لا اله الا الله، الله يحسن على الجميع. يعني صعيب تلقى الحل. هناك واحد الحل كاين غير هو ما بغيتش نوصلوا ليه، هذاك الحل ما بغيتش نوصلوا ليه. ولكن بغينا نديرو قبل منه واحد الكارد فو كيف ما كيسميوه، واحد الحاجز. لا هنا واش النوع ديال هذا، يعني نوع ديال هذا الرجل هذا اللي يجاهر بذلك
وما كيخجلش في نظرك واش الامتناع يعني ممكن انه يعطي تاثير ايجابي؟ ممكن انه يعطي التاثير الايجابي ديالو لما يبان ليه بانه العلاقه تشنجت بينه وبين زوجه. بطبيعه الحال لما كيجي الزوج لما المراه تحصل على الزوج ديالها خيانه او لو الزوج يحصل على الزوجه ديالته خيانه ويجي مازال يعاشها في الفراش ويجي مازال تودد ليها وتودد ليه ويتبادلوا الهدايا مع بعضياتهم معناها انك تقول لها راني راضي. اذا حنا دخلنا لواحد المجال اللي مابقاش مازال ديال الانسان السوي وانما الانسان اللي هو مريض، هذه مرض. لكن لما كنمتنع كنقول لها انا الان كنعاني واحد نقص ديال الخطر على هذه الاسره، هذه انا محافظ على كيان الاسره، ما بغيتش الاسره تشتت فانا محافظ عليها، ولكن في الحدود الا زدت الحدود هذه راني غادي ناخذ وليداتي وغادي نعطيك اتساع ودبر راسك انت سير شرب الحر، دير داكشي اللي بغيتي دير. من الناحيه الثانيه هاد البنت هذه اللي عندها امها واللي عندها معها علاقه ينبغي يعني باش تنبهها لها اولا لسوء الاخلاق، وثانيا حتى هذيك البنت تستاهل تربى لانه راكي ممكن تشتتها. لو ما كانش الرضا من جانب اخر ما غاديش تكون خيانه. اذا الخيانه كانت لما كانت رضا من جوج ديال الطرفين، اطراف اخرى اللي هي خارج العلاقه الاسريه، فهذوك الاطراف بجوج هما العناصر اللي كترتكز عليهم القضيه، هذاك الزوج الخائن وديك البنت المغرر بها اولا الخائن. لان بعض المرات مع كم اسف انا البنات مابقاش عندهم حتى كيف ما كنقول بعرب الدارجنيه ما كيتسوقوش حتى حاجه ولا عندهم نزوه يديو ياخذوها في ديك اللحظه ولا عليهم ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تردعهم. فاذا اللي نبغي تحسس هذه الام هذه الام بهذا المشكل هذا اللي هو خطير جدا كيتهدد البنت ديالها، ثم واحد المواجهه بينها وبين هذيك البنت تقول لها راه انت امراه وراك مقبله على الزواج، هذا اللي غشني انا معاك انت راه خير واخا تاخذي انت الفرد انا كاع خليتو لي راه هذا غادي يغشك مع واحده اخرى وغادي تولي انت مغرر بك. لذلك الا هاد القضيه هذه بغيتيها وبغيتي هاد الحال هذه انا غنخرج من الطريق ونخليه ليك انت وتزوجي به. وشوفي واش غادي يعني ملي كنتكلموا في هذا الموضوع واحد صعيب نعم خطير غير واحد السؤال نعم اللي ربما اصبح كثير الناس ملي كيتكلموا على هذا الموضوع نوعا ما صبحت الخيانه يعني عندها واحد العنوان عريض وصبحنا كنتعايشوا معها في مجتمعنا. يعني كتسمع القصه الصباح وتسمع القصه العشيه وكنسال علاش مثلا بنت او امراه متزوجه يمكن انها دير علاقه مع شخص اخر من غير الزوج ديالها، وحتى وان بنات علاقه كتكون مع رجل متزوج يعني عارفه اللي عنده مرا وعنده وليدات. نجيك واحد الاستنتاج استنتجته انايا من خلال تتبع ديالي بعض المسائل مع يعني الطبع ديالي اني ما كنشوفش التلفاز بزاف، ولكن بعض المرات كنتعمد اني نجلس ونشوف داكشي اللي كيثير اهتمام ديال الناس. الان نتكلم على المغرب ونتكلم على خارج المغرب، اننا لا داكشي اللي كنجيبو المسلسلات اللي كنجيبو في الاذاعه الوطنيه او في غيرها من الاذاعات، ولا داكشي اللي كيودع في الاذاعات العربيه ولا في الاذاعات الاخرى، مازالش شي الاذاعات الاوروبيه ما فيهمش داكشي اللي كاين. المشكل ديالنا هو اننا الان الفيلم ولا كيجي من 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 قيم اخرى من المكسيك ولا من تركيا ولا من شوق تخط، كيجي ربما ما فيهش القيم الدينيه الاسلاميه ما كايناش، ما فيهش قيم ديال الوطنيه، فيه هاد المسائل ميوعه الاخلاق كاينه فيه بواحد الشكل خطير جدا، ومعك للاسف انه كيدبل جينا باللغه الدارجه بالدارجه المغربيه. نعم يعني حتى ديك الصعوبه ديال التواصل ديك اللغه ديال التواصل ما بقاش حاجز، لانه بسطناها بواحد الشكل ميع حتى ولينا كنشوفوا المسلسل بالدارجه مكسيكي تركي بشي حاجه كيدوز عندنا في الاذاعه الوطنيه ديالنا وفي الاذاعات الاخريات، يعني كيتنافسوا على هذه المسائل هذه. مسلسل تبع مسلسل فيلم تبع مسلسل، وكلهم هذه الظاهره ديال الخيانه هي المحور الرئيسي اللي كيدوروا عليها. اذا هذا المجتمع هذا كيبغي نصلحوه ما يصلحش، لانها ولا عندنا فعلا تطبيع مع جريمه الخيانه الزوجيه اللي كاينه. الاسلام دار لها ضوابط ولكن المجتمعات الان والمجتمع ديالنا انا كنادي من هنا كنادي على الاخوان اللي هما كيشرفوا على ما يتعلق بالمسلسلات وما يتعلق بالافلام انهم قبل ما يترجموا وقبل ما يدبلجوا وقبل ما داكشي يشوفوا هذا اناليزيو بلا ما حنبقاش بخير محتاجين للترجمه نهائيا. لانه بعض البارابول وليتي كتدخل اي قناه اخرى تستورد من هذاك الفيلم، ولكن
الا سولتيه انت بلغه اجنبيه ماشي بحال ما كتسولوش بلغه ديالك ملي كتدخل عندك للدار ديالك بلغه بلغه ديال الام كيفما الصغير والكبير معك للاسف كوتش ما سقيناش بك وموضوع لا حول ولا قوه كان بودنا نجبرو بحال فاطمه ما عندها الا انها تصبر تستسلم ولكن تعمل تعمل ما يتعلق تبين الزوج ديالها بانها غير راضيه على العلاقه تمتنع عليها من الفراش اولا تقول لي انت غتجيب لي مرض السيده هكا نقولوا نقول انت جايب لي مرض السيده مع هذيك اللي ماشي هي هذيك جو سي با ما عرفتش نقول ولكن تحسوا بانه راه ما يقوم به من 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 علاقات غير شرعيه خارج اطار الزو ديال ديال الزوجيه. هو هو سمحتي لي كنت يعني المرض في تعبير مجازي لانه كاين اشياء نعم كاين الناس مصابين بالسيده وماشي بعلاقه جنسيه. غادي غير نقولوا غادي نحطوها نعم ك افتراض نحطوه ونقول لي انا غنمتنع عليك على ود هاد الضوابط هذه لانه نعم. انا ما كانش نتمناو نتمناو لها خير الانسان يسمح لي نفسه انه يمشي يتعاطى مع نتمناو لها خير نتمناو لها خير ونسال الله الله يصلح الامور والله ينزل اللطف بطبيعه الحال هذا موضوع للاسف تكرروا القصص هذا الاسبوع حول هذا الموضوع هذا كنتمناو ان الناس تراجع نفسها ومثل هذه الاخطاء يراجعوا الناس نفوسهم فيها. شكرا جزيلا لك كوتش يوسف اكيد اننا غادي نواصلوا اللقاء غدا باذن الله بطبيعه الحال موضوع جديد مشكور على ذلك. غادي نمشيو مستمعينا الكرام للحظات نستمعوا لهذا الاختيار وراجعين بعد ذلك في انتظار ان نستقبل الاستاذ سعيد النووي ونودعوا الاستاذ يوسف بصير لحظات وراجع لكم.